بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتابع شرحنا في الباب السادس في مادة كيمياء 2. طبعا اليوم إن شاء الله نكمل على الدرس الثاني. تحدثنا سابقا عن الألكانات واخذنا نبذة عامة عن الألكانات. اليوم إن شاء الله بنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو تسمية الألكانات. طيب قبل ما نتعرف على تسمية الألكانات، بدي اياك تعرف انه الألكانات تقسم الى ثلاثة أقسام. طبعا أو خلينا نحكي إنه الألكانات ممكن تيجي على ثلاث أشكال. الشكل الأول للألكانات ممكن إنه يكون عندي ألكانات ذات سلاسل مستقيمة، والآن إن شاء الله راح نعرف شو يعني سلاسل مستقيمة. ممكن هذه الألكانات تيجي على شكل سلاسل متفرعة، وممكن إنه الألكانات تيجي حلقية، ألكانات حلقية. طيب أول شيء إن شاء الله راح نبدأ فيه اللي هو الألكانات ذات السلاسل المستقيمة. طيب العضو الأول في الألكانات اللي هو الميثان زي ما احنا تحدثنا، اللي هو CH4، هذا احنا بنعتبره سلسلة ما عليه أي تفرعات. طيب طلع احنا عندي هذا العضو الثاني في الألكانات اللي هو C2H6، أيضا سلسلة وهو هيدروكربون طبيعي، عبارة عن سلسلة عادية لا يوجد عليها أي تفرعات. مقصود انه يعني أي تفرعات الآن راح توضح معاي لما أنا أجي أشرح الألكانات ذات السلاسل المتفرعة. طيب العضو الثالث في الألكانات اللي هو البروبان، عبارة عن C3H زي ما احنا شايفين H8. طيب وهذا العضو الرابع، لاحظ انه كل مرة انا قاعد بزود كربون وبزود H. طبعا في النهاية انا قاعد بمشي سلسلة، وهاي السلسلة عبارة عن كربون وهيدروجين، كربون وهيدروجين. طيب النوع الثاني من الألكانات اللي هي الألكانات ذات السلاسل المتفرعة. طيب نرجع شوي هان، هذه السلسلة بما أنها طبعا هذه السلاسل المستقيمة اللي بدون تفرعات، بما أنها تحتوي على 4 ذرات كربون، كيف أنا بدي أسمي هذه السلسلة؟ باجي بحكي بما أنه جميع الذرات H، يعني هو الهيدروكربون نفسه موجود 1 2 3 4، 4 ذرات كربون كلهن على نفس الخط. إذا أنا هان بحكي هذا المركب بنسميه بيوتان مباشرة، بنسميه بيوتان لأنه سلسلة 4 ذرات كربون متصلة في بعضها البعض، مباشرة بنسميها ولا تحتوي على تفرعات، مباشرة بنسميها بيوتان أو بنسميه بيوتان. طيب النوع الثاني من الألكانات اللي هي الألكانات ذات السلاسل المتفرعة، يعني ألكانات بتحتوي على تفرع. طيب ألكانات بتحتوي على تفرع، هذه التفرعات بتكون مثلا مثل يعني سلسلة من الكربونات المتصلة مع بعضها البعض، بكون موجود عليها تفرع. التفرع هذا أحيانا بكون ألكان ناقص H. طب فإذا أنا وجدت ذرة كربون معها 3 على سلسلة، هذا احنا بنعتبره تفرع. طيب شو هي هاي التفرعات الألكان ناقص H؟ ايش الفرق بينها وبين الألكان الأصلي؟ يعني لو أنا عندي الآن ميثان CH4، طيب لو أجا هذا الميثان على تفرع بدنا ننقص منه H، بده يصير عندي CH3. طيب ميثان CH4 CH3 بصير اسمها مثل، بصير باسمها مثل على وزن الكل، على وزن الكل. طيب لو شفنا المثال الثاني، هذا بيوتان 4 ذرات كربون متصلة مع بعضها البعض زي ما احنا شايفين، لو انا سحبت 1H من هذا البيوتان، سحبنا هذا الH بصير اسمه بيوتيل، بصير اسمه بيوتيل على وزن الكل. طيب لتحويل المعلومة هاي احنا قاعدين لسه بنتكلم عنها، لتحويل الألكان الى الكل يتم نزع ذرة هيدروجين واحدة. يعني انا لو بدي اجي احول من ألكان الى الكل، والالكل دائما عباره عن تفرعات، من الكان الى الكل بنزع هيدروجين يصبح المركب على وزن الكل. ميثان مثل، بيوتان بيوتيل، بنتان بنتل، كما هو موضح في هذا الجدول امامي. طيب اذا كان انا عندي عدد ذرات الكربون 1، يعني المركب ميثان، نزعت من هذا الميثان H اصبح عندي CH3 فيصبح اسمه مثل. طيب الإيثان ذرتين كربون، نزعت
ها C2H6 أصبح عندي C2H5، يعني نزعت واحد H أصبح اسمه إيثل. البروبان C3H8 نزعنا منه H C3H7 أصبح اسمه بروبيل، وهكذا. إذا أنا لما أنزع واحد هيدروجين من الألكان يصبح الألكان على وزن ألكل، يصبح على وزن ألكل. طيب هل هذا المركب يسمى بيوتان؟ طيب احنا شو حكينا قبل شوي او في يعني كنا بنحكي قبل شوي انه انا اذا كان عندي اربع ذرات كربون، على طول اربع ذرات كربون بدي اسميه بيوتان. بس اطلع شو بده يجاوبني على هذا السؤال. هذا ليس بيوتان، هذا ليس بيوتان. طيب هل تستطيع تسمية هذا المركب؟ راح نتعلم انه هذا المركب، ها طلع يا شباب ايش اللي صار عندي. لو انا بدي اسميه بيوتان، هذا البيوتان، خلينا نرسم احنا البيوتان بشكل اوضح. طيب لو انا اجيت ارسم البيوتان، راح بس اخذ السي اتش 3 هاي اللي هان، انزع هذا الاتش واركب السي اتش 3 هاي، يعني بده يصير عندي 4 سي على خط واحد سلسله. لاحظ انه السي اتش 3 هاي موجوده على الذره اللي في الوسط. طبعا اختلاف موقع الكربون هان غير لي المركب كامل، غير المركب كليا. صح انه المركبين بتشابهن في الصيغه الجزيئيه نفسها، يعني صح انه هذا المركب، ها هذا المركب اللي هو الايزوبيوتان صيغته الجزيئيه، لو بدي اجي احكي عن الصيغه الجزيئيه برضو C4H10 هاي 1 2 3 4 هاي عندي 3 H هنا 2 5 وعندي 2 2 هنا 5، اذا نفس الصيغه الجزيئيه ولكن الصيغه البنائيه بتختلف، وهذا موضوع ان شاء الله راح نتحدث عنه لاحقا وهو المتشكلات. اذا هذا المركب ليس بيوتان، هذا بنسميه ايزو بيوتان، ايزو بيوتان لانه الربط جاي على الذره الوسطيه. طيب ايش الفرق بين البيوتان اللي انا قاعد بتكلم عنه قبل شوي والايزو بيوتان؟ يعني معلومات سريعه، طبعا زي ما احنا حكينا انه البيوتان الصيغه الجزيئيه C4H10، ايضا الايزو نفس العمليه. بحكي لي البيوتان، شوفوا كيف يعني شكل المركب اذا تغير تغير كل شيء، كل خصائص المركب تغير. اطلع كيف البيوتان العادي، هي هذا البيوتان بقول لك احنا بنستخدمه كوقود في القداحات، القداحات. طيب طب الايزوبيوتان ليش بيستخدموه؟ الايزوبيوتان بيعتبروه مركب امن، فبيستخدموه في منتجات في مثلا في جل الحلاقه الى اخره. يعني لو انه مش مركب امن بيستخدموه في جل الحلاقه اكيد لا. اذا نطلع الايزو في منتجات مثلا في جل الحلاقه في بعض المواد الكريمات والاشياء الكيميائيه، بينما طلع البيوتان، هذا البيوتان يعتبر كوقود للقداحات اللي احنا عارفينها. طيب كيف انا الان بدي اسمي الالكان اللي بيكون عباره عن سلاسل متفرعه؟ عشان انا اسمي الالكان ذو السلاسل المتفرعه يجب ان اتبع عده قواعد. طبعا انا في التسمية راح أتبع اللي هي التسمية النظامية، التسمية النظامية اللي هو إحنا بنسميها الأيوباك. شو بنسميها التسمية النظامية؟ الأيوباك. طبعا إحنا إن شاء الله لقدام راح نعرف إنه في إشي اسمه عندي الاسم الشائع، في إشي اسمه الاسم النظامي. إحنا إن شاء الله راح نتعلم كيف الأسماء النظامية للألكانات. طبعا بعد ذلك راح نشرح الألكينات والألكينات برضو بنفس الطريقة. أول قاعدة راح نمشي عليها في تسمية الألكانات بتحكي لي القاعدة هاي، أنه أنا عشان أسمي الألكان لازم أحدد أطول سلسلة ذرات كربونات متصلة. يعني باجي بقول وين أطول سلسلة ذرات كربون متصلة مع بعضها البعض بنحددها، هاي أول خطوة. إذا أول خطوة نحدد أطول سلسلة ذرات كربون متصلة مع بعضها البعض. طيب الخطوة الثانية نرقم السلسلة بالنسبة لأقرب تفرع، لأنه إحنا حكينا هذا النوع من الألكانات عبارة عن شو؟ عبارة عن الألكانات متفرع، يعني لازم يكون بده يكون عليها تفرع. طيب يمكن ما تفهم معي القواعد إلا بس أنا أجي أطبق، ولكن
خليك يعني مركز معي في القواعد هاي عشان في الأمثلة ها تتذكر معي. طيب حددنا أطول سلسلة اثنين، نرقم السلسلة من الجهة الأقرب للتفرع، من الجهة الأقرب للتفرع. طيب الخطوة الثالثة نسمي المركب بحيث نسمي مجموعة الألكل، تمام. بنستخدم أيضا في التسمية ما يسمى بالشرطات والفواصل، بالشرطات والفواصل. المعلومة شو بتحكي لي؟ إذا أجا عندي رقم واسم، ها بين الرقم والاسم بستخدم شرطة، بينما بين الرقم والرقم بستخدم فاصلة، وإن شاء الله راحين نشوف هذا الحكي في الأمثلة. القاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة هي مهمة جدا. طيب في حال وجود أكثر من تفرع، لو أنا عندي على السلسلة أكثر من تفرع، بس بشرط إنه التفرعات هاي في القاعدة هاي، في القاعدة هاي اللي أنا قاعد بتكلم عنها، بشرط إنه يكون التفرعات متشابهة. إذا كانت التفرعات متشابهة راح أستخدم البادئة ثنائي ثلاثي رباعي. يعني إذا كان عندي تفرعين متشابهات بستخدم ثنائي، إذا كان عندي ثلاث تفرعات متشابهات بستخدم ثلاثي، إذا كان أربعة بستخدم رباعي وهكذا. طيب شوف القاعدة الخامسة بحكي لي في حال وجود تفرعات مختلفة، يعني عندي على السلسلة أكثر من تفرع مختلف، ما راح أستخدم البادئات. البادئات يا شباب فقط بستخدمها لما تكون عندي التفرعات متماثلة فقط. طيب إذا كان أنا عندي مثلا تفرع مثل وتفرع إثل، أو تفرع مثل تفرع بروبل، والآن راحين برضو نشوف في الأمثلة كيف يعني تفرع، بضطر أمشي على الخطوة أو على القاعدة رقم خمسة اللي بتحكي لي في حال وجود تفرعات مختلفة على السلسلة نرجع. طب بدي أسمي مين أول؟ مين بدي أسوي؟ مين بدي أسمي أول لما يكون عندي مثل وإثل؟ كيف بدنا نتعامل في الحالة هاي؟ بنرجع للترتيب الهجائي باللغة الإنجليزية، وراحين برضو نشوف بالأمثلة. يعني لو أنا كان عندي مثل وكان عندي إثل، كيف يعني نرجع للترتيب الهجائي في اللغة الإنجليزية؟ نيجي لأول حرف. لما أنا أحكي مثل أول حرف M. طيب لما أنا أحكي إثل أول حرف شو؟ E. حسب الترتيب الأبجدي أو الترتيب الهجائي عفوا في اللغة الإنجليزية، مين قبل الثاني، الإم ولا الإي؟ أكيد راح يكون الإي. طيب فإذا راح نبدأ مثلا في تسمية المركب اللي أول حرف من اسمه إي وهكذا. إذا برجع بكرر نقطتين هذا المهمة جدا، ها في حال وجود أكثر من تفرع، إذا كانت التفرعات متشابهة بستخدم ثنائي ثلاثي رباعي وهكذا، إذا كانت التفرعات مختلفة نرجع إلى الترتيب الهجائي باللغة الإنجليزية. طيب عندي مثال الآن بسيط بحكي لي سمي المركب التالي، سمي المركب التالي. طيب عندي هذا مركب CH3 الكربون هاي مرتبط عليها CH3 من فوق. نمشي على القواعد. أول قاعدة بدي أحدد أطول سلسلة، طبعا أطول سلسلة شو؟ أطول سلسلة ذرات كربون على طول متصلة في بعضها. طيب يعني أطول سلسلة ذرات كربون متتالية. طيب وين أطول سلسلة ذرات كربون؟ طيب هاي 1 2 3 4، هاي سلسلة طولها 4. بروح بدور في السؤال هل في سلسلة كربونات أطول من هاي السلسلة، بنشوف. طب هاي السلسلة 1 2 3 4. طيب السلسلة هاي 1 2 3، لا هاي 3 أنا راح أستبعدها لأني أنا أصلاً في الأساس لقيت سلسلة طولها 4، فعشان هيك باخذ السلسلة اللي طولها 4. إذن أول شيء بنحدد أطول سلسلة زي ما أنتم شايفين هاي أطول سلسلة عندي. طب لو أجاني طالب حكى لي أستاذ بصير أحدد هاي السلسلة؟ بنقول له طبعاً بصير، المهم إنه أطول سلسلة عندي 4، حدد أطول سلسلة. مش شرط السلسلة تكون على خط واحد، يعني ممكن السلسلة تجيني بشكل متعرج، المهم إنه الكربونات متتاليات ورا بعض. طيب من أول الفيديو إحنا بنحكي تفرع 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 تفرع، لاحظ أنا بعد ما حددت أطول سلسلة ما دخلت هاي معاي في التحديد. ليش؟ لأن أنا بدي كربونات متتالية ورا بعضها البعض، يعني هاي 1 2 3 4، بس هاي مش معاهم. ها برجع، هاي مش معاهم، هاي أصبحت
تفرع. طيب التفرع هذا شو بنسميه؟ هذا التفرع اللي هو CH3. ارجع ارجع معي في الحكي، انا قلت لك لما يكون عندي CH4 بيكون اسمه ميثان. طيب انزع منه H، يعني خليه CH3، يصبح اسمه مثل، يصبح اسمه مثل. اذا ها حددت اطول سلسلة، عرفت شو التفرع اللي عندي. طيب الخطوة الثانية شو حكينا؟ بدنا نرقم السلسلة. طيب كيف بدنا نرقمها؟ بدنا نرقمها، انا هاي عندي السلسلة صح؟ بدنا نرقمها من الجهة الاقرب للتفرع. هاي التفرع، التفرع موجود على الكربونة هاي، يعني هاي الكربونة لازم تاخذ الرقم الاقل، والمقصود في الاقل مش واحد، لا، انا رقم واحد بده يكون اول سلسلة، بما انه هان عندي اربعة، يعني راح يكون عندي واحد اول السلسلة ورقم اربعة اخر السلسلة. ما بصير انا احكي هان واحد بعدين اثنين، انا عشان بحكي لك انه الكربون لازم تاخذ اقل رقم، يعني لازم تعطيها رقم واحد، لا، قل لي هاي السلسلة عندي هاي الجهة وهاي الجهة، واحد راح يكون يا اما هان يا اما هان، اربعة راح يكون يا اما هان يا اما هان. طيب ايش اللي بحكمني، اللي بلزمني ان انا اخلي الواحد هان او هان؟ التفرع. حكيت لك بدك ترقم السلسلة ولكن من الجهة الاقرب للتفرع، الكربون على الجهة هاي، هي التفرع على هذه الكربونة، اذا هاي الجهة هي الاقرب للتفرع. عشان هيك شو بقول؟ الرقم ها هذا المركب هنا قلناه هنا، الترقيم راح يكون بالشكل الصحيح، واحد اثنين ثلاثة اربعة. عرفنا ليش رقمنا؟ طب لو اجاني واحد رقم بالعكس، حكى لي واحد اثنين ثلاثة اربعة، حلو غلط، هذا الحكي خاطئ. اذا لازم انا ارقم بحيث اني ارقم من الجهة الاقرب لمين؟ للتفرع. الخطوة الاخيرة الان بامكاني اني انا اسمي المركب. طيب كيف بدي اسمي المركب؟ طلع هذا التفرع شو اسمه؟ مثل. طيب موجود على اي كربونة؟ على الكربونة رقم اثنين. انا قبل شوي حكيت لك ها بين الرقم والاسم راح نستخدم شرطة، طلع علي اثنين شرطة مثل بيوتان، بدي اعرف كل واحد فيهم من وين اجا. الاثنين اللي هو رقم الكربون اللي عليها التفرع، اثنين اذا الرقم الكربون اللي عليها تفرع. طيب شرطة، ليش حطيت شرطة؟ لانه بعد اثنين راح يجي اسم. طب اسم مين؟ اللي هو اسم التفرع. ها شو اسم هذا التفرع؟ نرجع، شو اسم هذا التفرع؟ هذا التفرع بنسميه مثل. اذا اصبح عندي اثنين شرطة مثل. طب بيوتان اطول سلسلة انا اخترتها اربع كربونات، والاربع كربونات اسمها بيوتان. عشان هيك انا بحكي لك في بداية شرحنا لازم انت تكون حافظ الالكانات بالترتيب، يعني لازم انت تكون عارف انه الاربع كربونات عندي هاي اسمها بيوتان. اذا ها رقم التفرع اول شيء، اثنين اسم التفرع، ثلاثة اسم أطول سلسلة أنا اخترتها. هذا المثال الأول. نيجي الآن للمثال الثاني. سمي المركب التالي. طيب إيش أول خطوة بدنا نسويها؟ الخطوة الأولى بدنا نحدد أطول سلسلة. وين أطول سلسلة عندي؟ طيب ها بدي أشوف واحد اثنين ثلاثة. طيب بدي أشوف أنا هاي طلعت عندي ثلاثة، أشوف في إشي أطول؟ واحد اثنين ثلاث أربعة، معناته ثلاثة غلط. ها أستبعد الثلاثة. طيب واحد اثنين ثلاث أربعة، ها لقيت هيك أربعة وهيك أربعة، إذا أصبح عندي أطول سلسلة أربعة. هاي نحددنا على السلسلة باللون الأصفر. طيب شو ظهر عندي؟ ظهر عندي تفرعين، ها تفرع على الكربون الثانية، تفرع على الكربون هاي CH3 CH3. نرجع للقاعدة في التسمية رقم أربعة. شو القاعدة بتحكي لي؟ إذا صار على السلسلة أكثر من تفرع بنضطر نستخدم البادئة ثنائي ثلاثي رباعي. طيب شو اللي بحكمنا استخدم ثنائي وثلاثي؟ اللي هو عدد التفرعات. هاي السلسلة اللي أنا اخترتها أطول شيء. طيب شو التفرعات اللي عندي؟ مثل هاي CH3 CH3، يعني ميثان منزوع هيدروجين مثل. طيب اثنين مثل، يعني راح استخدم في التسمية ثنائي مثل، ثنائي مثل. طيب حددنا اطول سلسلة. الخطوة الثانية راح نرقم
السلسلة. طب كيف بدنا نرقم السلسلة؟ راح نرقم السلسلة من الجهة الأقرب للتفرع. طب استاذ أنا عندي تفرعين، إيش أسوي في هذه الحالة؟ بنقول لك أقرب تفرع، ها أول تفرع ببين معك بالجهة الأقرب لأي تفرع في التفرعات الموجودة على السلسلة رقم عليه. طيب أنا هان، طيب استاذ لو بدي استخدم الترقيم من هان، فعلاً هذا جاء على الكربون الثاني. طب لو الترقيم من هان هذا جاء على الكربون الثانية، يعني في هذا المثال تحديداً ما بتفرق معي أرقم من هان ولا من هان، لأنه التفرع هذا جاي على الكربون رقم اثنين والتفرع هذا جاي على الكربون رقم اثنين من هاي الجهة. ففي الحالة هاي ما بتفرق معي الترقيم، سواء رقمت من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار. طيب طبعاً احنا رقمناها هان كيف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، رقمناها من اليمين لليسار. طيب نيجي الآن نسمي، طبعا رقم الثلاثة هان عشان بس احنا حطيناه فوق عشان ما يخرب لي منظر الألكل الموجود هان، عشان ظلها واضحة. واحد اثنين ثلاث أربعة. طيب طلع كيف سمى لي؟ طلع كيف سمى؟ طيب هل التسمية هاي صحيحة؟ ها التسمية هاي خطأ، هاي التسمية خاطئة مليون بالمية. 1.2 هذا الحكي خطأ. طيب كيف الاسم الصحيح؟ 1.3 عفوا، ثنائي مثل بيوتان. ليش الاسم هذا غلط؟ ليش هذا الاسم خاطئ؟ طيب احنا رقمنا من هاي الجهة. طيب التفرع الاول جاي على الكربون رقم 2 والتفرع الثاني جاي على الكربون رقم 3، اذا غلط اني احكي 1.3. شو اللي بحكيه؟ 2.3، يعني الكربون الثانية فاصلة الكربون رقم 3 عليها ثنائي مثل، ثنائي مثل. اذا 1.3 هاي غلط. ليش؟ لان التفرع مش على الكربون رقم 1، التفرع جاي على الكربون رقم كم؟ التفرع جاي على الكربون رقم 2، التفرع الثاني جاي على الكربون رقم 3. إذا أصبح عندي هان 2.3 ثنائي، لأنه أنا عندي تفرعين متشابهات. شو اسم التفرعات هاي؟ مثل، ثنائي مثل بيوتان، ثنائي مثل بيوتان. طيب كيف نسمي هذا المركب؟ هذا المركب نسمي هذا المركب مع بعض. أول خطوة بدنا ندور على أطول سلسلة. طب وين أطول سلسلة؟ ها 1 2 3 4 5 6، يعني إحنا مختارينها وجاهز، بس ليش اختارها؟ طيب طب أنا بإمكاني مثلا أختار 1 2 3 4 5 6، يعني سواء اخترت أطول سلسلة هيك ولا أطول سلسلة هيك ما بتفرق. طب لو اخترت السلسلة اللي هيك، يعني CH3 CH CH2 CH CH2 CH3، يعني بهذا الشكل، راح تكون عندي الـ CH3 هاي تفرع وهذا تفرع آخر. طيب لاحظ معي الآن، لاحظ معي عندي تفرعين ولكن التفرعين مختلفات. هذا التفرع بعد طبعا ما اخترنا أطول سلسلة، إذا ارسينا أنه بما أنه أطول سلسلة عندي في السؤال 6، إذا ها اخترنا أطول سلسلة من هان. طيب الآن باجي بقول التفرعات، لو انه التفرعات CH3 CH3، يعني مثل هذا، لو الان هذا التفرع CH3، لو التفرع الثاني CH3 كان بستخدم البادئ ثنائي، بس هذول التفرعات مختلفات يا شباب. هان عندي CH3، هان عندي C2H5، يعني لما يكون انا عندي C واحدة منزوعة هيدروجين اصبح اسمه مثل، طيب في الثاني اسمه إيثل لانه عندي اثنين كربون، ها C2H5. اذا التفرع هذا مختلف عن التفرع هذا، ما بقدر استخدم كلمة ثنائي ثلاثي إلى آخره. نرجع للقاعدة رقم 5، شو حكينا فيها؟ إذا كان أنا عندي تفرعات مختلفة، نرجع للترتيب الهجائي بالإنجليزي. طيب هذا اسمها إثل وهذا اسمه مثل، حسب الترتيب الهجائي مين بيجي قبل، الإي ولا الإم؟ لا الإي، فعشان هيك أنا راح أبدأ التسمية من هان. فشوفوا كيف راح يصير الاسم،
أربعة إثل، يعني الكربون رقم أربعة في السلسلة شو عليها إثل. ليش بدأت في الإي؟ لأنه الإي قبل الإم في الترتيب الهجائي. طيب أربعة إثل، الكربون أربعة عليها إثل، اثنين مثل، الثاني عليها مثل، هيكسان. ليش كتبت هيكسان؟ لأنه السلسلة عبارة عن ست كربونات، السلسلة عبارة عن ست كربونات، عشان هيك اسمها هيكسان. طيب طبعا هنا احنا عندنا ان شاء الله التدريبات بنرفقها لكم ان شاء الله في الواجبات الإلكترونية ان شاء الله برفع لكم اياها على موقع كلاسيرا، وان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من تسمية الألكانات. هاي امثلة اخرى. طيب لاحظ معي الان واحد يجي يحكي لي والله يا استاذ انت كنت بتحكي لنا قبل شوي مثل واثل وبروبل، يعني لما تنزل اتش. طيب في تفرعات ثانية، ايش بده يصير يعني لما يكون انا عندي تفرع مثل البي ار؟ طبعا البي ار هاي تفرعات، مثلا البي ار والسي ال والاي والاف، هاي هالوجينات. يعني اذا كانت موجوده تفرعات على سلاسل الكان بده يصير اسمها هيلدات الالكيل، وان شاء الله هذا الشيء راح نتعلمه ان شاء الله بثالث ثانوي. طيب هاي انا عندي هذا تفرع بي ار. في هذه الأسئلة أصلاً سهل، سهل إنك تحدد أطول سلسلة، واضح إنه ما فيش عندي إلا السلسلة هاي هي الكربونات. طبعاً يا شباب الهالوجينات اللي زي البي آر والسي إل هاي ما بنعدها في طول السلسلة، يعني لا تشتحكي لي إنه أستاذ أطول سلسلة ها أنا عندي هان 1 2 3 4، لا تشتحكي لي أستاذ ممكن يكون طيب 1 2 3 4، البي آر ما بعده. أنا لما أجي أدور على أطول سلسلة قلت لك شرط أدور على أطول سلسلة كربونات متتالية، كربونات متتالية. فعشان هيك 1 2 3 4، أربع كربونات. طيب من وين أنا أرقم؟ زي ما احنا تعلمنا بدنا نرقم من الجهة الأقرب للتفرع. طيب من هان طلع تفرع الكربونة هاي، لو أنا بدي أرقم زي كم تأخذ؟ 1 2 3. طب لو بدي أرقم من هان 1 2، إذن هان أنا إجباري أرقم من اليمين لليسار، يعني الكربونة هاي راح تأخذ رقم كم؟ راح تأخذ رقم 2، راح تأخذ رقم 2. طيب شو بدي يصير عندي اسم المركب؟ البي آر أو الهالوجينات بشكل عام إيش يصبح اسمها إذا أجت تفرعات على الألكان؟ طيب الإف اللي هو الفلور، الأف الفلور يصبح اسمه فلورو، الكلور اللي هو سي إل كلورو، البي آر برومو، الآي يودو. فإذن هذه الهالوجينات هيك يصبح اسمها على إذا أجى التفرع على ألكان أو على سلسلة ألكان. إذن بده يصير عندي 2 شرطة برومو، شو اسم السلسلة هاي اللي مكونة من 4؟ بيوتان. 2 شرطة برومو بيوتان، ما راح نحل ولا سؤال فيهن، راح أرفع لكم إياهن على الواجب ومنه تقيس أنت مدى فهمك لهذا الموضوع. أنا حبيت بس أنوه لهذا المثال، أنا ما بدي تستغرب إذا شفت في المركب بي آر، إذن هذا يعتبر تفرع اسمه برومو وبكمل التسمية عادي. مثلا هنا عندي سي إل، سي إل كلور كلورو، هنا إف فلورو، هنا آي يودو، وهكذا. طيب نيجي آخر شيء للألكانات الحلقية. ها إحنا طبعا درسنا السلاسل المستقيمة، السلاسل المتفرعة، وآخر شيء الألكانات الحلقية. من اسم هذه الألكانات الحلقية يعني أنها بدها تكون على شكل حلقة، على شكل حلقة. طيب المثلث أو هذا الشكل اسمه مثلث في الرياضيات، بس إحنا في الكيمياء عندنا لا، مش مثلث اسمه، إحنا بنسميه بروبان حلقي. طيب نرجع مع بعض، البروبان شو يعني البروبان؟ يعني مركب فيه 3 ذرات كربون، 3 ذرات كربون. أها طيب شو يعني في إشي ثلاثة بيربطنا؟ الرقم 3 بيربطنا في الشكل هذا بشيء معين. طلع لي على الزوايا المثلث، كم من زاوية للمثلث؟ 3. كل زاوية في هذه الزوايا اعتبرها كربون. إذا أصبح عندي 1 2 3، إذا كان عندي 3 كربونات معناته بروبان، ولكن على شنو؟ على شكل حلقة، بنسميه بروبان حلقي، بروبان حلقي. طيب إذا كان أنا عندي في المركب 4 كربونات شو سمينا؟ 4 كربونات بيوتان. طب اطلع لي هان ها زاوية، زاويتين 3 4، يعني على كل زاوية كربون، معناته أصبح عندي بيوتان حلقي، بيوتان، ولكن لازم نحكي كلمة حلقي. طيب
في هذا الشكل ها 1 2 3 4 5 هذا الشكل بنسميه بنتان حلقي، واخر واحد اللي هو الهكسان الحلقي. طيب شو معنى الالكانات الحلقيه؟ ما المقصود بالالكانات الحلقيه؟ طيب الالكانات الحلقيه، إذن الالكانات الحلقيه هي عباره عن هيدروكربونات تحتوي على روابط على روابط احاديه. طبعا اذا انا كان عندي الكان حلقي زي ما احنا شايفين في الاشكال هاي لازم نستخدم البادئه حلقي، يعني لازم نستخدم كلمه حلقي. في الانجليزي بيستخدموا كلمه سايكلو مع اسم الهيدروكربون للاشاره على وجود بناء حلقي. يعني انا بستخدم في التسميه كلمه حلقي، مثلا هذا المركب مثلا ايش بدي اسميه؟ طلعوا مثلا على المركبات هاي، لو اجاني مثلا هذا الشكل شو بدي احكي عنه؟ بيوتان، ولكن علشان ادل انه حلقي شو بحكي؟ بيوتان حلقي، بنتان حلقي، هكسان حلقي. طيب كيف بنتعامل، او خلينا نحكي قبل ما كيف بنتعامل، كيف مثلا انا مثلا هاي عندي هكسان، الهكسان احنا بنعرف انه 6 ذرات كربون. طيب كيف الهكسان الحلقي؟ يمكن تمثيل الهكسان بثلاث طرق. ممكن انا اعمله شكل هيكلي، انه بدال هاي الزوايا احط الكربون اللي انا قبل شوي حكيت لكم عنها انه كل زاويه تمثل كربون. اذا انا وضعت الكربونات بدل هذه الزوايا بنحكي هذا الشكل هيكلي، هذا الشكل خطي مباشر على طول. اما هذا الشكل اللي انا بوضح الكربون وكم اتش مرتبط على كل كربون، هذا بنسميه شكل مكثف. اذا ممكن انا ارسم الالكانات الحلقيه بثلاث رسومات. اول شيء ممكن اعملها على شكل هيكلي، ممكن انا اعمل شكل خطي، وممكن انا اعمل شكل مكثف. والشكل المكثف هذا راح ابين فيه عدد ذرات الهيدروجين الموجود على كل زاويه او مع كل كربون موجود في الشكل الحلقي. طيب الان اختلف معي الوضع، لو انا الان عندي الكان حلقي، كيف بدي اسمي هذا الالكان الحلقي؟ طيب احنا قبل شوي كنا بنحكي اذا كان سلسله مستقيمه وعليها تفرع قلنا في عندي قواعد امشي عليها عشان انا اسمي في الحلقي. اوكي في عندي قواعد، ولكن القواعد سهله. في الحلقي ما راح احتاج ادور على اطول سلسله، ليش؟ لانه اصلا الشكل نفسه هو اللي راح يدلني الشكل نفسه هو اللي راح يدلني على الحلقه او على السلسله الاطول زي ما احنا كنا ناخذها. طيب انظر معي، هان عندي الشكل هذا، نرجع الشكل هذا مثلا عندي حلقه زي ما احنا شايفين، هذه الحلقه حلقه خماسيه، يعني 1 2 3 4 5 خمس كربونات، معناته أنا عندي بنتان حلقي. طيب إيش موجود على هذا البنتان الحلقي؟ موجود عندي CH3. طيب إيش المقصود بالـ CH3؟ CH3 قلت لك إذا أجى تفرع بيكون اسمه مثل. طيب شو صار اسم هذا المركب أمامي؟ شو صار اسم هذا المركب؟ أصبح اسم هذا المركب، طلع يا شباب بما انه هان تفرع جاء على هاي الكربونه، معناته راح ياخذ الرقم كم؟ راح ياخذ الرقم 1، فاصبح عندي 1 شرطة مثل بنتان حلقي، 1 شرطة مثل بنتان حلقي. طيب خلينا نكتب هان، ها هذا التفرع سميناه مثل. طيب هذه الحلقة شو هي؟ هي عبارة عن بنتان، ولكن لأنه طب ليش بنتان؟ لأنه كم من زاوية؟ 1 2 3 4 5، يعني 5 كربونات. إذا بنتان شو؟ بنتان حلقي. كيف بدي أسمي هذا المركب؟ هذا التفرع راح اعطيه رقم 1 بما انه فيش الا هو التفرع الوحيد اللي موجود على الحلقه، فراح يصير عندي 1 شرطه مثل
بنتان، ها، واحد شرطة مثل بنتان حلقي. وكلمة حلقي مهمة جدا، كلمة حلقي هي اللي بتميز لي، هي اللي بتميز بين الألكانات الحلقية والألكانات ذات السلاسل المستقيمة. طيب نيجي الآن نشوف هذا المثال. يلا ها، CH2CH3 موجود على هاي الحلقة. أول شيء هذا التفرع شو اسمه؟ هذا التفرع اسمه إيثل. طيب الإيثل هذا مربوط في حلقة، هاي الحلقة تتكون من شو؟ الحلقة هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست، إذا ست كربونات. معناته إذا كان عندي ست كربونات بده يكون عندي هكسان، ولكن لأنه حلقة شو راح يكون؟ راح يكون عندي هكسان حلقي. ها، هكسان حلقي. طيب كيف بدي أسميه؟ هذا التفرع راح ياخذ رقم واحد. طيب الشباب لو انا سميت بدون واحد، يعني لو ما كتبت الواحد، لو حطيت مثل بنتان حلقي صحيح حلي، لانه خلص انا مثلا عارف، ها بما ان انا ما كتبت الواحد يعني اعرف انه ما في الا هذا التفرع، تفرع وحيد انا ما بهمني. طيب إيثل ومع هكسان شو راح يصير اسمه؟ واحد ها، واحد شرطة إيثل هكسان حلقي. إذن واحد شرطة، هذا التفرع اسمه إيثل، وهاي الحلقة اسمها هكسان حلقي. طيب اطلعوا لي على المثال في الزاوية. إذا كان أنا عندي تفرعين، عندي تفرعين، لاحظ مثل هذا الشكل، ها عندي هان التفرع وهان تفرع. طيب التفرعين هذول CH3CH3. طب انا قبل شوي كنت اكتب لك واحد لانه فشل التفرع الوحيد. طب هانا اذا كان عندي تفرعين، طبعا هانا في الحاله هاي بما انه التفرعين متشابهات، تذكر معي القاعده اللي شرحناها لما كنا بنحكي عن الكانات الخاطيه، اذا كان عندي تفرعين متشابهات راح استخدم كلمه ثنائي ثلاثي. انا عندي هانا اثنين، فاذا راح استخدم ثنائي. ليش استخدمت ثنائي؟ لانه التفرعين متشابهات. طيب شو هي الحلقة الموجودة عندي؟ أنا عندي حلقة سداسية، يعني هكسان حلقي. طيب الآن في الأشياء هاي، في الأسئلة اللي زي هيك اللي بيكون عليها أكثر من تفرع، مهم جدا الترقيم. الترقيم أهم شغلة في هذه الأمثلة. ليش؟ أنا الآن بدي أرقم، بدي أرقم بحيث أعطي التفرعات لاثنين الأرقام الأقل أو مجموعهم يكون أقل ما يمكن على الحلقة. يعني واحد فيهم راح ياخذ رقم واحد، خلينا نفترض هذا. الان انا معي جهتين ارقم فيهن، يعني بدي اقول واحد، ها ممكن ان انا اكتب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. طيب ممكن يجيني واحد يقول لي طيب استاذ انا بدي استخدم العكس، ها بدي احكي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. بنقول له حلك غلط إذا استخدمت العكس. الترقيم الصحيح بهذا الشكل. ليش؟ عشان أنا أعطي التفرعات الأرقام الأقل، أعطي التفرعات الأرقام الإيش؟ الأقل. طيب كيف الآن أنا بدي أسمي هذا المركب؟ طلع يا شباب، ها واحد فاصلة ثلاثة، لأنه التفرعات جاية على واحد وثلاثة. واحد ها فاصلة ثلاثة شرطة ثنائي مثل. ليش ثنائي مثل؟ لأنه CH3CH3. طيب ها شو اسم الحلقة الآن؟ هكسان
حلقي. إذن أصبح اسم هذا المركب 1.3 ثنائي مثل هكسان حلقي. استخدمت كلمة ثنائي لأنه التفرعين متشابهات. طيب في المثال الأخير هذا اللي أنا راح أشرحه هان، إذا كان التفرعين مختلفات، يعني أنا هان عندي تفرع، ها طلع يا شباب تفرع مثل، ها هان مثل. طيب والتفرع الثاني تفرع إثل، والحلقة حلقة خماسية يعني شكل خماسي. طيب أول شيء التفرعين مختلفات، هذه النقطة لازم ننتبه لها. إذا كان أنا عندي التفرعين مختلفات برجع لشو؟ برجع للترتيب الهجائي. عندي مثل وإثل، يعني هاي اسمها بيبدأ بحرف إي بالإنجليزي وهاي بيبدأ بحرف إم. ما راح أقدر أستخدم كلمة ثنائي أو ثلاثي. ليش؟ لأن التفرعين مختلفات. حكينا إذا التفرعين اختلف إنه نرجع للترتيب الهجائي. حسب الترتيب الهجائي الإثل قبل المثل. طيب شو الحلقة عندي؟ خماسية. طيب إيش الترقيم الصحيح؟ ها لو أنا أجيت أرقم من زمنها، لو حطيت 1 2 3 4 5 يعني راح يأخذ عندي 1 و4. طب لو أنا أجيت من هان مثلاً قلت 1 2 3 ها أخذت 1 و3 معناته في عندي ترقيم أقل. بدل ما أنا أخذ 1 و4 يعني يصير مجموعهم 5، لا بأخذ 1 و3 بيصير مجموعهم كم؟ 4. طيب بما أن الأولوية للإثل أعطي الإثل الرقم 1، هان 2، هان 3، وهان 4، وهان 5. أصبح عندي المركب كالتالي. ها خلينا نمسح بس عشان نوضح. طبعاً بدنا نمسح هذا الكتابة كاملة عشان توضح بشكل أكثر. ها هان أعطينا 1 2 3 زي ما احنا حكينا، هان إثل وهان مثل. بنحكي الآن الاسم، ها 1 شرطة إثل، شرطة 3 شرطة مثل. ها 1 الكربون هاي اللي اعطيناها رقم 1 حطينا عليها الإثل، 3 عليها شو؟ مثل. ما حكيت أنا ثنائي إثل مثل، ما بصير هذا الحكي. إيش اسم الحلقة؟ بنتان حلقي. إذا أصبح اسمه 1 إثل 3 مثل بنتان حلقي. طيب طبعا إن شاء الله راح تلاقوا على الواجبات الإلكترونية إن شاء الله أمثل متنوعة بشكل أكثر. أهم شيء إنك تكون أنت فهمت الفكرة الأساسية. طبعا في المواضيع هاي كل ما أنت دربت حالك على أسئلة أكثر كل ما أنت أتقنت المهارة بشكل كبير وبشكل صحيح. طيب في النهاية إيش تتوقع حدوثه لما أنا أعمل مزج بين الجازولين بالماء؟ يعني لو أنا مزجت جازولين بالماء ماذا تتوقع حدوثه؟ طيب لو أجيت أنا عملت لك الجدول هذا وحكيت لك قارن بين الماء والميثان، طبعا هاي الماء هاي الميثان، المادة والصيغة، الكتلة الجزيئية للاثنين، حالة المادة عند درجة حرارة الغرفة، درجة الغليان، ودرجة الانصهار. بعد ما تدرس هذه الأمور لخص لي أهم خصائص الألكانات، لخص بطريقتك الخاصة أهم خصائص الألكانات تبعا لهذه الصورة وهذا الجدول. طبعا الله يعطيكم العافية، هذا كل ما لدينا وإن شاء الله بنشوفكم في فيديو جديد.